حب النبي وآله عليهم السلام نور المجالس والأذهان والقلوب بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. لقضاء الحوائج وشفاء المرضى الثانية بأعلى أصواتكم، اللهم صل على محمد. لتعجيل فرج إمامنا عجل اللهم فرجه الشريف الثالث بأرفع أصواتكم، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب ويا مظلوم كربلاء. لعن الله الظالمين لكم سادتي، ويا ليتنا يا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لله ما صنعت فينا يد البين، كم من حشا أقرحت منا ومن عيني، ما لي وللبين لا أهلا بطلعته، كم فرق يا البين قدما بين الفين، أخنا على عترة الهادي فشتتهم، فما ترى يا جامعا منهم بشخصين، بعض بطيبة مدفون، وبعضهم في كربلاء، وبعض في الغريين، وأرض طوس وسامرة وقد ضمنت بغداد بدرا حلا وسط قبرين،
يا سادتي لمن أنعى أسن ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أم الحسين يا أبا عبد الله أم الحسين لقا بين الخميسين أبكي عليه خضيب الشيب من دمه معفر الخياد محزوز الوريدين نايم نايم أخي شلون نوم والله نايم أخي شلون نوم مطروح ومسلب هدوم كأني بها تنعى أخي يا نايم كسرت قلبي يا كبير السادة اكسريت قلبي يا كبير السادة يا نايم ومسوي التراب وسادة علامة 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 أنا ليش الدهر حاربني خويا علامة علامة وردتك من هل تبقى علامة علامة أنا سوى الصياط بمتوني علامة أصيح وما ترد جواب لي لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين روي عن إمامنا أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أنه قال إن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي فيسرني ذلك اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح على حب سيد الشهداء سلام الله عليه
ولشمولنا بخفية ألطاف إمام زماننا عجل اللهم فرجه الشريف، نور المجالس والأذهان والقلوب بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. انتماؤنا لأهل البيت عليهم السلام أشرف الانتماءات، وهذا الشرف إنما كان لهذا الانتماء بشرفهم هم عليهم السلام. الشرف لأهل البيت، كل الشرف لهم سلام الله عليهم، ولمن ارتبط بهم يحصل على هذا الشرف وهذه الرفعة وهذه المكانة بسبب شرفهم سلام الله عليهم. هذا الانتماء الشريف ليس كل الانتماءات، هذا الانتماء انتماء شريف كما ذكرنا، انتماء طاهر، انتماء مؤيد بتأييد السماء، لأن أهل البيت عليهم السلام لهم التأييد الكامل من الله تبارك وتعالى. وكل هذا يحتم علينا مسؤوليات كثيرة وخطيرة ومهمة في انتمائنا لأهل البيت عليهم السلام. أيها الأحبة الكرام، أيكتفي المرء أن يقول أنا من شيعة أهل البيت وكفى، أم أن هذا القول يتبعه الكثير من المسؤوليات التي يجب على المؤمن أمثالكم شيعة أهل البيت جميعا أن يتأملوا في أداء هذه المسؤوليات؟ أولا، معرفة ما هي المسؤوليات التي حتمها علينا الانتماء لأهل البيت عليهم السلام، وثانيا أداء هذه المسؤوليات، أن تولى اهتماما كبيرا في ماذا؟ في أدائها. النص الشريف المروي عن الإمام العسكري سلام الله عليه هو نص طويل الذيل، رواه ابن شعبة الحراني أعلى الله مقامه في كتابه الموسوم بتحف العقول في أقوال آل الرسول عليهم السلام. هذا الكتاب كتاب قيم، نال مدحا كثيرا وكبيرا من كبار علمائنا قديما وحديثا، ولا زال المدح لهذا الكتاب القيم ولمصنفه، لمؤلفه ابن شعبة الحراني المتوفى في القرن الرابع 300 وكسر للهجرة، والظاهر على بعض التحقيقات أنه في بداية القرن الرابع. هذا الكتاب القيم لابن شعبة الحراني أعلى الله مقامه روى هذه الرواية، ومن بعده أيضا جملة من المصنفات روت هذه الرواية عن الإمام العسكري سلام الله عليه. قلت هذه الرواية طويلة الذيل، نقلت مقطعا واحدا منها. هناك رواية مشابهة لهذا المقطع من رواية الإمام العسكري سلام الله عليه، رواها ثقة الإسلام الشيخ الكليني أعلى الله مقامه في الفردوس في كتابه الكافي الشريف، الكافي وما أدراك ما الكافي. الشيخ الكليني متوفى أيضا في القرن الرابع 329 أو 28 للهجرة. المقطع المروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه في الكافي جدا مقارب للمقطع من رواية الإمام العسكري، أكو اختلاف يسير في بعض ألفاظه لكن تقريبا المضمون واحد. نعم،
رواية الإمام الصادق سلام الله عليه ذيلها تغير قليلا عن رواية الإمام العسكري، والسمة الواضحة في كلا الروايتين عن المولى أبي عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه وعن أبي محمد العسكري سلام الله عليه، السمة الواضحة جدا بيان مسؤولية الانتماء لأهل البيت عليهم السلام. واحد لما يتساءل أنا منتمي لأهل البيت ما هي مسؤوليات هذا الانتماء؟ المسؤولية الأولى أيها الكرام هي المسؤولية الشخصية، هكذا أعبر عنها، يعني أنت منتمي لأهل البيت عليك مسؤولية شخصية تتحدد بشخصك، أن الله أولاك نعمة غيرك ما حصل عليها فقدها. ما هذه النعمة؟ هي نعمة الولاء لهم، نعمة الانتماء لهم عليهم السلام. الله تبارك وتعالى أولاك نعمة أن أولدك من أبوين مؤمنين، من أبوين شيعيين يؤمنون بالولاء لأهل الولاء عليهم السلام ويتبرؤون من أعدائهم. غيرك لم يولد على هذه الطريقة، أكو مسؤولية شخصية أن تحفظ هذا الانتماء بنفسك وأن تنجو بالانتماء، أن تنجو بالانتماء، لا سيما أن هذا الانتماء من انتمى إليه، عندنا طائفة من الروايات، مو رواية اثنين ثلاثة، طائفة من الروايات أن المنتمي لأهل البيت مآله إلى الجنة إن شاء الله. يجي واحد للإمام يقول له فلان ينتمي لكم لكن عند معاصي، الإمام يقول له يدخل، إلى أن يقول يدخل الجنة رغما على أنفك. لكن كن فعلا هو عند هذا الانتماء، فعلا ينطبق عليه الانتماء لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، حتى يكون من الموفقين لشفاعتهم في ذلك اليوم العظيم. فإذا عليك مسؤولية شخصية أن تنجو وأن تحصل على النجاة من خلال انتمائك، وتحفظ نفسك من خلال الانتماء لأهل البيت عليهم السلام. مو القضية تكون بالعكس، أن الإنسان لا سامح الله منتمي لأهل البيت عليهم السلام لكن أهل البيت لا سامح الله في يوم القيامة يقولون إحنا نبرأ من هذا الشخص. الظالم من هو؟ الذي ظلم نفسه أنه لم يكن منتميا حقيقيا لهم ولم يحترم هذا الانتماء لأهل البيت عليهم السلام. هذه المسؤولية الخاصة الشخصية في انتماء لأهل البيت لمدرسة أهل البيت، أن تكن من الناجين بهذا الانتماء. أتخطى الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لبعض أصحابه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بشنو؟ بورع واجتهاد. أعينوني ببعض الأشياء اللي خلي نعبر عنها كما يأتينا أصول للانتماء لأهل البيت حتى تكونوا من الناجين وتستحقون شفاعتنا. أيها الأحبة، ترى القضية ما بها مجاملات، البعض كأنه يصور أن القضية فيها مجاملات. أهل البيت لا تأخذهم في الله لومة لائم، إذا كان الإنسان ما عنده انتماء حقيقي، إذا كان الإنسان انتماء ليس بالانتماء الصادق، لم يحقق أصول الانتماء لأهل البيت، يعني شو يسوي لك أهل البيت؟ ما كل قضية بيها مجاملات، لا تأخذهم، تذكر هذه دائما، في الله لومة لائم، أولياء من تولى الله تبارك وتعالى، أما اللي هو بعيد عن الله تمام البعد
إلى أن مات، ما لهم علاقة به، ما أتصور أن تكون لهم علاقة به إلا لحالات خاصة أنه بسبب بعض الأعمال أن يشمل بشفاعتهم سلام الله عليهم أجمعين. هذه المسؤولية الأولى هي المسؤولية الشخصية. المسؤولية الثانية هي المسؤولية العامة. أنا أنتمي لأهل البيت عليهم السلام، علي مسؤولية عامة اتجاه انتمائي لأهل البيت. هذه المسؤولية العامة خلينا نقسمها على قسمين، مسؤولية سلوكية ومسؤولية تبليغية معرفية. المسؤولية السلوكية ما هي؟ الإنسان لما ينتمي لأهل البيت يجب أن يسلك سلوكاً ممثلاً فيه أهل البيت عليهم السلام، يجب عليه أن يسلك سلوك الناس لما تشوف سلوكه ترى فيه أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذا الذي تحدث عنه الإمام العسكري وكذلك من قبل الإمام الصادق في كلا الروايتين في الكافي وفي تحف العقول. تعال شوف الإمام شلون يتحدث عن هذه المسؤولية السلوكية. أول ما يبدأ الإمام يقول: فإن الرجل منكم، يعني من الشيعة، إذا ورع في دينه، يعني تحدث عن أصل ما ممكن أن يتنازل عنه بحال من الأحوال، من أصول الانتماء لمدرسة التشيع، لمدرسة أهل البيت، وهو ماذا؟ أصل الورع عن محارم الله. إن الرجل منكم إذا ورع في دينه، هذا الأصل الأول. شنو الورع؟ الورع ما هو؟ ملكة يملكها الإنسان معنوية في الداخل تحجبه عن ارتكاب الحرام، هذا هو الورع. يعني الإنسان تصير عنده حالة إذا أقدم على المحرم يتوقف، يتورع، يخاف من الله، يخاف من العذاب بأن لا يقع في ارتكاب هذا الحرام، ذاك الحرام. هذا هو الورع. الورع أصل من الأصول في الانتماء، أقول ما يمكن أن يتنازل عنه. يعني شنو؟ يعني شيعة أهل البيت أهل الورع. اللي ما عنده ورع فليراجع انتماءه. أنا ما أقول هذا مو شيعة، ما له علاقة، ما أحدد هوية المنتمي، هل هو فعلا منتمي ما منتمي، هذا مو شغلي ولا شغل غيري، هذا شغل أهل البيت عليهم السلام. لكن واحد لما يتحدث مع نفسه هل أنا منتمي فعلا حقيقة، ينطبق علي المفهوم كما أراد أهل البيت عليهم السلام وهو مفهوم الانتماء والتشيع، هل فعلا هذا ينطبق علي؟ الإمام العسكري يقول: فإن الرجل منكم إذا شنو؟ ورع في دينه. أنا شفت رواية مروية في الكافي الشريف شيخ الكليني أعلى الله مقامه في الفردوس عن الإمام الصادق، رواية خطيرة جدا، أنا أعبر بتعبير الخاص مرعبة، يحتاج أن واحد يتوقف عندها مليا. تدري شو يقول الإمام الصادق سلام الله عليه في هذه الرواية المروية عنه؟ يقول: ليس من شيعتنا ولا كرامة، ليس من شيعتنا ولا كرامة من كان في مصر، يعني في منطقة في مدينة، وفي المصر 100,000 وكان فيهم من هو أورع منه. كان في مدينة وهو مثلا المنتمي الوحيد لأهل البيت في المدينة، وفي المدينة 100,000 نسمة وبيهم واحد أورع منا، الإمام يقول هذا ليس من شيعتنا ولا كرامة، ولا كرامة. الورع
إمامنا الباقر سلام الله عليه في رواية طويلة الذيل منها يقول: ما شيعتنا إلا من اتقى الله. والورع على رأي بعض العلماء أنه جزء من التقوى. الشيعة أهل الورع، أهل التقى، لما يقدمون على الحرام يتوقفون ويتذكرون أن لهم انتماء شريفا يجب أن يحفظ بأن لا يرتكب الحرام. ملتفت؟ هذا الإنسان لما أصبح ورعا يعني كأنه انتماء مقبول، ويكن هذا الانتماء صحيحا، وهذا الانتماء مدعاة لمن؟ لسرور أهل البيت كما يأتينا. الأصل الثاني يقول الصادق والعسكري عليهما السلام: وصدق في حديثه. يعني هذا ما يمكن التنازل عنه. الشيعة أهل الصدق، المنتمون لأهل البيت لا يكذبون. الشيعي لما يقول أنا شيعي يعني لسانه، لهجته لهجة صادقة. الكذب حرام، وأكو تغليظ على حرمة الكذب. واحد يسأل يقول: هذا الكذب يعني شو يسوي؟ يعني إذا واحد كذب لفرد كذبة اثنين ثلاثة شنو راح يصير؟ شنو راح يصير؟ في رواية عنهم عليهم السلام أتخطر عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من كذب كذبه خرج روح الإيمان من قلبه. واضح شنو يعني خرج روح الإيمان من قلبه؟ هو الإنسان إذا ما في قلبه روح الإيمان، هذا بعد يقدر يقدم على الطاعة؟ يقدر هذا يتورع عن الحرام؟ يقدر هذا يتقي الله تبارك وتعالى وهو لم يذق طعم روح الإيمان؟ كذبة واحدة تسبب خروج روح الإيمان من القلب. زين شلون واحد إذا هو من الصباح إلى الليل حدث ولا حرج، والبعض من تقول له هذا كذب يقول لك هذا مزاح، أنا أتشاقى أمزح، هذا هزل ليس بجد. أولا تعلم أن الكذب حرام في الجد والهزل منه؟ حرام. والبعض يقول أنا ما أقصد. شنو ما تقصد؟ الإخبار بغير الواقع كذب، وهو من الكبائر، من الحرام. شيعة أهل البيت أهل الصدق، ولا زال الشيعة يحافظون ولله الحمد على ماذا؟ على اللهجة الصادقة في الحديث. أنا أشوف من المؤمنين يتكلم بكلمة ثم يصحح مباشرة وكأنه ارتكب فرد قضية خطيرة، رأسا يصحح. أقول له: ما الداعي؟ القضية بسيطة. قال: لا أخاف أنها تحسب كذبة علي، أنا ما أريد أكون من الكذابين. التفت، هذا الإنسان إذا تعود الكذب وقع في طامة كبرى أيها الأحبة، في مصيبة عظيمة. أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا من روائعه يقول: من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه. شنو يعني؟ يعني الإنسان من يشوف الكذب حلو ويشوف الكذب بي خلاص وبيقضى حوائج، والبعض يتصور حتى الرزق بالكذب، يقول أنا إذا ما أكذب الله ما يرزقني، هيك يتصور ويصور الكذب كأنه فضيلة من الفضائل ولا كأنه من الرذائل من المشوهات. هذا من يستحلي رضاع الكذب بعد يعسر ماذا؟ يعسر فطامه، بعد ما يقدر هذا يتخلص من الكذب، صعب، فيها عسر أنه ماذا؟ يقتلع هذه الخصلة السيئة من قلبه. الأصل الثالث يقول الإمام سلام الله عليه: وأدى الأمانة. أخواني ماكو ترخيص في أن الإنسان يخون الأمانات. أداء الأمانة سمة واضحة في من انتمى لأهل البيت عليهم السلام،
وأداء الأمانة لها صور عديدة. هو أصلاً أداء الأمانة مفهوم واسع. من أداء الأمانة أن الإنسان يؤدي الأعيان المالية مثلاً، يؤتمن فيؤدي الأمانة. والشيعة هذا التأريخ نقرأ عرفوا بأداء الأمانة، لأن ما عندهم ترخيص بأن ماذا؟ لا يؤدوا الأمانات. أمير المؤمنين سلام الله عليه فيما يروى عنه يقول لكميل بن زياد النخعي، يقول لكميل من روى عني أني أرخص في أداء الأمانة لقد كذب، فلقد كذب، لا نرخص في أداء الأمانة. ثم يروي أمير المؤمنين عن النبي سلام الله عليهما يقول قال لي رسول الله في آخر لحظاته يا علي أد الأمانة إلى البر والفاجر. أمانة، الأمانة مسؤولية. الشيعة عرفوا على مر العصور أنهم يؤدوا الأمانات، كان النصراني كان اليهودي، فضلا عن المخالف إذا عنده سفر وعنده أمانة يشوف لواحد من أتباع مدرسة أهل البيت ويؤدي الأمانة عنده. إمامنا السجاد سلام الله عليه فيما يروى عنه يقول لو ائتمنني قاتل أبي على سيفه الذي قتل فيه أبي لأديت الأمانة، إلى هالدرجة. ومن أداء الأمانات حفظ الأسرار. روي عنهم عليهم السلام المجالس بالأمانة أو بالأمانات أو المجالس أمانات باختلاف المروي. لما واحد يسرك بسر، أو حتى لو مو إلا يقول لك هذا سر، لما حدثك بحديث لا يحق لك أن تنقل هذا الحديث حتى تستأذن منه، وإذا كان عندك نية أن تنقل هذا الحديث أول ما تسمع قل له تسمح لي أنقل عنك هذا، تقبل له لا، لأن هاي الأسرار من الأمانات. أنا أعجب ولا أعجب، البعض من الناس وللأسف الشديد هو يصرح يقول فلان قال، لا تخبر أحد، لا تقل لأحد، بس يلا أنا راح أقول. هذه مصيبة، هو ائتمنك وقال لك لا تقل ولا تخبر، فلماذا تخون الأمانة؟ بعد الأصل الرابع، ضايقنا الوقت، من الأصول التي تحدث عنها الإمام اللي فيها مسؤولية سلوكية في الانتماء لأهل البيت عليهم السلام، حسن الخلق. الرواية الإمام يقول وحسن خلقه مع الناس. هاي الناس منه؟ قرينة الرواية الداخلية الناس يعني من المخالفين، يعني أنت يجب أن تكون لك أخلاق حسنة مع المخالفين، فمن باب أولى مع شنو؟ أبناء المدرسة. مع المخالفين أنت تتعامل بسمت طيب يعكس أخلاق أهل البيت عليهم السلام، فمن باب أولى أنت مع أخوانك من أبناء المدرسة أبناء التشيع أخلاقك تكون بمستوى رفيع، يعني ما بيها حقد، ما بيها ضغائن، ما بيها اعتداء، بيها رحمة، بيها مودة، بيها ألفة، بها عون ومساعدة، وإلى آخره من الأخلاق الكريمة الطيبة. الإنسان إذا تمثل هذه الأصول ماذا يحدث؟ يدخل السرور على أهل البيت. الإمام العسكري سلام الله عليه يقول فقيل هذا شيعي، في رواية الإمام الصادق فقيل هذا جعفري، فيسرني ذلك. يقول الإمام العسكري، الإمام الصادق يقول فيدخل علي منه السرور. شنو يعني؟ يعني إذا ورعت في دينك، إذا صدقت في حديثك، إذا أديت الأمانة،
إذا كنت صاحب خلق حسن وطيب تدخل السرور على أهل البيت. والإمام الصادق سلام الله عليه يذكر في ذيل روايته المروية عنه يقول: فيدخل علي منه السرور وقيل هذا أدب جعفر. يعني هذول تربية جعفر بن محمد الصادق، أهل الورع وأهل الصدق وأهل الإيمان. زين، واحد إذا خالف سيدي ماذا يقول الإمام؟ وإن لم يكن منه ذلك، يعني لا ورع لا صدق لا أداء أمانة لا أخلاق حسنة لا التزام لا أداء للمفروض وترك الحرام، هذا شلون؟ الإمام سلام الله عليه وهكذا يقول يؤكد: وإن لم يكن منه ذلك كان علي بلاؤه وعاره. الله أكبر. كان علي بلاؤه وعاره وقيل هذا أدب جعفر. لذلك الإمام العسكري سلام الله عليه في روايته ماذا يقول؟ اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح، لأن الناس يشوفون بيكم أهل البيت، الناس من يشوفوكم يشوفون جعفر بن محمد الصادق، يشوفون الإمام العسكري، يشوفون سيد الشهداء، يشوفون علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يصير أنا أكون سبب في أن يعير الإمام؟ يجي واحد يعيره يقول له ذولا شيعتك، لا سامح الله، يصير ملتفتين للمسؤولية الخطيرة؟ أن الإنسان يسلك سلوكا طيبا يحفظ ماذا؟ انتماء لأهل البيت ويحفظ سمعة أهل البيت. المسؤولية الثانية اللي نختم بها سريعا مسؤولية تبليغية معرفية. إخواني، هذا حديث أهل البيت، تراث أهل البيت، أمانة في أعناقنا جميعا. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. يقول له هذا، يقول له: سيدي وكيف يحيا أمركم؟ قال: بأن تتعلموا علومنا وتعلموها الناس، لو سمع الناس محاسن كلامنا لشنو؟ لاتبعونا. احنا كون نعرف الناس من غير اتباع مدرسة اهل البيت، نعرفهم بمحاسن كلام الأئمة وكل كلامهم الثابت عنهم حسن، نبين ننشر معالم الدين من خلال تطبيقنا ومن خلال ماذا؟ تبليغنا. هذه مواقع التواصل بدل ما واحد يستغلها بأمور تافهة لا قيمة لها، استغلها بنشر معالم الدين، المعارف التي رويت عن أهل البيت عليهم السلام. كل واحد يرتب برنامج ولو بالأسبوع يروي رواية، والكتب ما شاء الله موجودة، موجودة كبزة زر تطلع روايات بالمئات، أو تراجع واحد من أهل الاختصاص كالعلماء وطلبة العلوم الدينية بأن تأخذ منا ولو رواية عمي بالشهر مرة، تنشرها تتفقه بيها تعلمها تتعلمها من قبل. هذه مسؤولية. إحنا الآن وصلتنا معالم الدين ببركة علماءنا، ذكرنا ابن شعبة الحراني صاحب تحف العقول اللي جمع، الله يرحم الشيخ المجلسي صاحب البحار، يقول هذه أصول ذكرها ابن شعبة الحراني لا تحتاج إلى أسانيد، لأنها أصول معروفة عن أهل البيت. لو ما هل جهابذ العلماء جزاهم الله عنا خيرا رووا لنا رواية أهل البيت ما كان يوصل إلنا، ونتعلم ونحافظ على معالم ديننا. ومن إحياء أمرهم أننا نقيم المآتم، مآتم العزاء على مصائبهم.
وبالخصوص هذا المولى الغريب سيد الشهداء سلام الله عليه، أن نبكي عليه في كل آن. يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين لأنه ذبح كما يذبح الكبش، كما يذبح الكبش يذبح الحسين. الله أكبر يا أبا عبد الله، ما الذي جرى على الحسين؟ من الذي حضر الحسين؟ تحضر عنده ورعز بن وان، اقرأ اقرأ وياي ماجور، ودور عز بن وان ما جاوان، اولا يا ابن المات عطشان يا ولعبت عليه الخيايا يا 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 الميدان، وين الواسين يا شيعة على حسين ولاد، وبعد ورضيعه ورضيعه وابن والد عين الطليعه ابو فاضل جفوفه قطيعه، صاحت وين اليواسين بدمع من قلبك، والله وين اليواسين بدمعته على ابني الذي حزى ورقب، ابن ما حضرت ظليت ثلاثة أيام جذت. أبيات الدعاء منو بعد؟ منو ينعى عند جسد الحسين؟ وإذا بصوت صحيت يما يا زهرة يا بتولة، هذه زينب عندي خبر بحسين يا ليا من طاح والعدوان جوله على ضلوع صدره غدت يوله، صاحت صاحت يا محسن يما دقومي مسرعه.